حط الحاجة هنا بسرعة يا واد انت وهو. ايه ده؟ ايه معلمة بدرة ده؟ والله نورت المحل. وايه ده كله ده؟ دي فراخ. طب ليه مكلفة نفسك بس كده؟ يلا واد انت وهو امشي رقب الطريق على ما اكلم المعلم وراوزي. موري موري. بص بقى يا معلم رمزي، البلدية مبهدلة الدنيا وبتفتش على الفراخ عاطل على باطل. يمكن يكونوا عايزين يعملوا شوربة. هو عاد في شوربة خلاص، دول ناويين على الشر وعايزين يجيبوا المحل ضرفه. قول لي بقى، أنا عايز أعرف مين اللي قال إن الفراخ فيها إنفلونزا؟ إنفلونزا؟ آه. ما دي غلطتك برضو يا معلمة، أكيد كنت بتسيبيهم مش متغطين وهم نايمين بالليل مثلا. إلا قول لي يا معلم رمزي. قول يا معلم. انت ليك في الفراخ؟ يعني انا ما تحرجنيش بقى يا معلمه بدره بقى. بتحبها بقى عتقيه ولا بداره؟ يعني انا خايف اقول بداره تبقى بجحه مني بقى. اكيد يا واد. بص بقى يا معلم رمزي، امور خالتك بداره هتتفق معاك اتفاق، بس على شرط الاتفاق ده يكون اتفاق رجال. طبعا، امال يعني اتفاق فراخ؟ بص بقى، انا هاخد القفصين دول ادخلهم عندك جوه لغايه بكره الصبح، واجي الصبح اخدهم لغايه البلديه دي ما تنزاح، وبعدين انا هجيب لك جوز فراخ هديه من غير ولا مليم. ايه رايك؟ ايه ده، جوز فراخ ليا انا لوحدي؟ آه. يعني ممكن مثلا اقعد العبهم واحط لهم ميه ورز وكده؟ اه موافق. ماشي ماشي. فين؟ لا يعني ماشي يعني موافق، مش ماشي يعني. عادي عادي يا ام ميرفت. الله اكبر يا اخويا، الله اكبر. اللي قولي لي يا ام ميرفت، انت بلغتي عن كام واحد؟ 5. وعرفتي بقى ازاي انه عندهم فراخ؟ يوه يا مجيدة يا اختي، احنا مش جيران وسرنا كلنا مع بعضينا. جيران؟ وهي باعت جيرانها عادي يعني؟ في ايه سعادل، مش لمصلحتهم يا اخويا، مش بدل ما يضروا نفسهم ولا يضروا جيراننا ولا يضروا اللي حواليهم. وبعدين البوابة ده اللي بيتكلموا عليه في الجراد والتلفزيون، يعني انا غلطانه؟ بصراحه انا معاك يا ام ميرفت، لان الحتميه التاريخيه بتحتم التضحيه بالفرد من اجل المجتمع. الفرد ايه المجتمع؟ ايه دي باعت جيرانها بياعه بياعه يعني. بقول لك ايه يا ام ميرفت، انت عرفتي ان ام شيماء قبضوا عليها؟ يا لهوي، لحقوا يمسكوها؟ ده انا لسه مبلغ عنها من ساعة. بص يا ام ميرفت، اكيد اللي انت بتعمليه ده صح، عايزة تحافظ على العمارة وعلى السكان وعلى نفسك، بس يا ترى بقى عملت ايه في الفراخ اللي عندك؟ دول حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ افتح دولة، افتح دولة، ده انا جاي واجب معاك يا عم رمزي، ما انساش اخوه حبيبه. انا عايزك تنساني، انساني يا رمزي انساني. يا دولة، رمزي بتبقى اللقمة في بقه يخرجها من بقه ويحطها في بق اخوه. الله يقرفك، رجعها فوق تاني يالا. ما تخافش يا دولة، دي مش لقمة عادية، دي لقمة بقى ممكن يتعمل عليها فتة وشوربة وكوارع وهتبقى ليلة يا دولة. لقمة ايه دي يا عم الساحر؟ مفاجأة. اخلص. هتعمل لي ابراهيم الطاير جاي بيه، وريه وريه. طن 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 طن. يا نهار اسود، ايه اللي انت جايبه ده يالا؟ ايه دول؟ ايه يا عم اتخضيت كده ليه؟ هي قنبله ولا ايه يا عم؟ دول حيالله جوزين فراخ بداره. يا ريتها كانت قنبله، جايب لي فراخ. انت عايز تموتنا كلنا؟ انت ما سمعش عن انفلونزا الطيور يالا؟ اديك قلت بعظمه لسانك يا دول. انفلونزا الطيور؟ الفراخ بقى مالها ومال الطيور يا عم؟ الطيور بتطير، الفراخ بتركض يا دول. مين؟ في ايه؟ شغاله عند البوليس دي ولا ايه؟ دي اللي مشغله البوليس ده لغايه دلوقتي قبضى 8-7 انفار، احنا التمنين. يا دي التامن. طب ما انت كده ترتيب كويس يا دولة. ايه هو احنا هنتحبس في الاولمبياد؟ ترتيب كويس ايه؟ يلا بسرعه شيل البتاع دي وتعالى معايا، تعالى معايا يا جماعه، حد يفتح الباب يلا بسرعه. حاضر يا دكتور، بسرعه بسرعه دولة، بسرعه. ليه بس؟ خش خش خبيهم تحت السرير بسرعه يا عم، تحت السرير كده هيفطسوا يا دولة. صعبان عليك الفراخ ومش صعبان عليك البني ادمين. بسرعه بسرعه يا دولة. تمام يا عم، تمام. استنى بقى نشوف المصيبه الثانيه اللي بره دي. يلا
يلا انت واقف ايه صعبان مين عليا صعبان رانا يا حبيبتي انا بقى عايزه اسالك سؤال يا اختي مهم قوي عشان انت بقى الحلوه الجميله كده اهوت المكرونه البشاميل ديت لازم تتعمل بالمكرونه المقصوصه مش ممكن بلسان العصفور والله انت مامه ميرفت كبشاميل يعني انا عمري بصراحه ما عارفه اعملها ابدا ما فهمش فيها اي حاجه حضرتك ممكن تسالي فيها كبشاميل طنط انعام هي ادرى مني قولي بقى يا انعام جاتي المكرونه ديت لازم اعملها مش بلسان عصفور ممكن اعملها بلسان عصفور يا اختي لسان عصفور ولا دبور كله بيتاكل لا 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 دبور ايه اللي بيتاكل لا طبعا يا ماما بصي حضرتك يا ام ميرفت يعني هو لازم تبقى مكرونه مقصوصه واحسن حد بيبيع المكرونه المقصوصه واحد اسمه الناطع الناطع ده بقى موجود في باب الخلق تطلعي على الناطع تجيبي منه ارخص ب 50 قرش من بره السوق وعنده يا حبيبي المكرونه ولسان عصفور سايب عنده سايب وممسوك وعنده لسه جوه العصفور وكله يعني ايوه دولا بس ده المحل ده بعيد ولو راحت له دلوقتي ممكن تلاقيه قافل يا عم انت مالك انت مالك انت جاي دلوقتي تعقل وخلاص اسكت خالص ايه ده يا اخوي ايه الصوت ده لا 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 مفيش ده ولا حاجه يعني مفيش حاجه يعني خلاص مالكيش دعوه انت ام مرفه هي انا عندي اختي ما تقلقيش كله هيبقى سليم ان شاء الله بس اهم حاجه توطي صوتك والنبي يا رانيا ام ميرفت بره وبتدور على التامن اللي هتسلمه طب اتفضل شيلهم من هنا دلوقتي حالا شيلهم من قدام يا رانيا انا مش فاهم بس ايه اللي قال ايه الابحاث العلميه اثبتت ان انفلونزا الطيور انت هتشيلهم ولا لا خلاص خلاص هشيلهم بس وطي صوتك والنبي عشان ام ميرفت لغايه اما تغور بس انا هتصرف اوكي يا رمزي يا دول شيل الزفت دول من هنا بسرعه بسرعه هتطبخوه من هنا اقول لك ايه بقى انت بتاع انت شيل الزفوده دي من هنا ايه اللي شيل الزفوده دي من هنا انت اول مره تشوف الفراخ مش عايزه تطبخوهم خلاص ما تطبخوهمش لكن دي النعمه ما حدش يشيل الفراخ بعد كده ايه ما حدش يشيل الفراخ هي الفراخ دي بنت خالتك هتعمل لي فيها ديك يا قد شيل الفراخ وامشي يلا ماشي يا رامي ماشي يلا يلا استنى 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 بس اما اشوف الاول ام ميرفا دي مشيت ولا لسه استنى مشيت يا غبي وانا لسه شفت اسمه مشيت تعالى تعالى غبي جدا غبي جدا بص الفراخ دي زي ما جبتها روح ارميها مكان ما جبتها يلا لا يا عم قلبي ما يطوعنيش اخلى بيهم تخلى بيهم ايه هم قرايبك ما تتكل على الله روح ارميهم في اي حته يا عم طب بص يا دولا انا هروح احطهم ابيتهم يعني مع اخواتهم في البازار بازار؟ انت في غيرهم في البازار؟ كتير يا دولا كتير مين؟ انت تعال نخبيهم في اي حته يا جماعه يا اخوانا اللي في البيت اي حد يفتح الباب في ايه بس مش فاهم انت مش فاهم وعمرك ما هتفهم احنا عايزين نخبي الفراخ دي نخبيها فين نخبيها فين بص تعال حطهم هنا حطهم هنا صح بسرعه 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 بس يلا بينا نشوف بقى بتاعت البشاميل دي
انتوا يا دولا عدم الاستقرار مش حلو الفراخ يا دولا. افرض حد دخل ولقى فرخه بتبيض يبقى موقف الفرخه ايه ساعتها؟ يعني خايف تخدش حياء الفراخ؟ طبعا مش نافع معاك. تعال تعال اقف من فوق ده، نفسي من زمان اطول وش. يعني اشيل لك العمدان اللي في العماره كلها؟ قولي لي بقى كده يا اختي، هو انا لازم احط المكرونه البشاميل لبن حليب؟ يعني ما ينفعش لبن البودره بتاع البت بت ميرفا اللي كانت بترضعه لابنها ميدو؟ الله، انا ما كنتش اعرف ان ميدو كان بيرضع رضاعه صناعي. لا ده رضع زراعي. ليه يا دولا هي كانت بترضعه برسيم؟ انت مش اخوه في الرضاعه ولا ايه؟ السلام عليكم. كويس قوي انك جيتي. هي دي بقى يا حبيبي اللي هتدلني. ليه انت تايهه ولا ايه؟ ايوه تايهه. ايوه اصلي هي يعني بتفكر تعمل المكرونه بالبشاميل ومش عارفه ازاي. طب انا مالي بشاميل؟ استنيني بس يا سناء، استنيني الله يخليك يا بنتي. انا احترت واحتار دليلي. بصي المكرونه البشاميل لازم احط لها لبن حليب، يعني ما ينفعش لبن بودره. بشاميل؟ هو انت عندك عيد ميلاد وعايزه تعملي تورته؟ انا مالي، انا جايه من الشغل والمواصلات والزحمه والقرف، تقولي لي عيد ميلاد بشاميل؟ يلا 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 يلا. لا يا اختي هدي شويه، ولا جاي اشحت منك ولا ايه؟ يعني عاجبك كده يا استاذ علي؟ لا لا طبعا مش عاجبني. لا لا ده انا زعلان يا استاذ علي. لا 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 عيب. طب والله ده انا زعلان. ده انت جارتنا يعني. ده ينفع يعني يا استاذ علي؟ لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش. لا والله ده انا زعلانه منك يا سلام. لا تزعلي ولا حاجه. هو في حد في حد بيصرخ؟ لا 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 ما فيش، ده تحت في البدروم. في البدروم تعالى يا غبي تعالى تعالى. يا غبي ما هي الصوابع عامله لك كده عامله لك كده، افهم. خلاص يا جماعه ما تقلقوش، دول هيمشوا دلوقتي حالا، انا ما اعرفش عنهم حاجه، هو الزفت ده هو اللي جابهم. ارمي الزفت ده والفراخ دي في الزباله. ما هو لو رميهم في الزباله هيفضلوا يكاكوا في الزباله. خلاص يرميهم في المسرح. لا ده انسى بلاعز كده غير حضاري كده، ناذي غيرنا. يا اختي ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. يا نهار اسود، هتخلي امي تحط لي تحت رجليها؟ انا هتصرف يا جماعه ما تقلقوش، انا هتصرف. تعالى تعالى يلا استنى تعالى من هنا. غبي 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 الواد ده. استنى هنا هراقب الطريق وبعدين اقول لك يلا يلا يلا. طيب لا انا اللي هقول يلا، انت ما تقولش يلا. طيب يا دولا يلا بقى. ما تقولش يلا، انا الاقي الطريق كل حاجه تمام هقول لك يلا. ما تقولش يلا. يلا بقى. اثبت مكانك، اثبت مكانك منك لو. احنا جمعيه مكافحه انفلونزا الطيور. ها بقول لكم ايه، احنا تنبيه ونبهنا، تحذير وحذرنا، غرامات وغرمنا، نعمل ايه بقى تاني؟ ها حضرتك يعني احنا برقة، احنا برقة ما حصلش مننا اي حاجة يا باشا. مش كده؟ مش كده صح. وقعت يا ممرفة بقى، انت بقى عمالة تبلغ الناس وعندك عشة وبتبلغ عن العشش وتبلغ عن التقفيصة، ها؟ وانت بيتك مليان مزرعة فراخ صح؟ حضرتك انت فاهم غلط. دي ام انا. انت مرفت؟ مرفت عدم المؤاخذه يعني البيت فيه ست ستات ما فيهمش ولا واحده مرفت حضرتك. يعني انا دلوقتي يعني عايز افهم اعمل ايه؟ يعني انا هرجع فاضي يعني بقى ولا ايه؟ انت ايه جايب ميكروباص وجايب تملاه ولا ايه؟ حضرتك ام مرفت موجوده في الشقه اللي قدامنا كده اهو. ايوه كده اهو. هاتوها هاتوها بسرعه. حضرتك يعني علمك واضح ان البلاغ صحيح، لان على حسب علمي ان ام مرفت كانت بقالها فتره عايزه تعمل مكرونه بشاميل، وطبعا حضرتك سيدي العارفين ان مفيش دخان من غير نار، فبرضه مفيش بشاميل من غير فراخ او من غير بيض. كلامك اومليت. في ايه يا جدع انت وهو؟ الله احنا بنبيع ممنوعات ولا ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش انا اهو. الله ده في ايه يا سعاده؟
خربتك يا ام كوثر، هي فين الفراخ دي؟ هي اللي حطت الفراخ دي عندي في اي بيت؟ بقول لك ايه يا ست الحاجه، بصي احنا مسكنا كوثر ومسكنا ام كوثر، واحنا بقى راصدينك، ها راصدينك وراصدين الفراخ دي من ايام ما كانت كتاكيت يا اختي. ايه جمعيه الكرتون اللي انتوا فاكرينها دي؟ واضح ان سيادتك جالك انفلونزا طيور، خلي بالك. بس احنا متشكرين جدا، احنا اسفين جدا والله. لا 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 عادي، احنا ياما بنتعرض للازعاج. اتفضل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانا يا سعاده اللي هعملوا معايا ايه؟ هيحبسوكي طبعا، مش مخبيه الفراخ عندك، هيحبسوكي. مش مبلغه في سبعه انت الثامنه؟ سلام عليك يا سعاده. يلا يلا اطلع بره، يلا اطلع بره، اطلع بره. يلا يا رجب، يلا. استنى استنى حضرتك، خد دول كمان معاك بعد اذنك. لا يا دول بتوع ام ميرفت برضه. اتفضل اتفضل. دولا ده مين؟ استهبل يالا. دولا بقى ده. خلاص يا عم، انا هروح اسحب لنا جوزين فراخ من اللي في البازار ده، والمعلمه بدره مش هتحس باي حاجه، وتبقى كده اتعوضت. ده كده مش اتعوضت، ده كده اتعورت. ايه ده دول؟ تعالى لي بقى. تعالى لي. لا دول لا لا لا. هبطحك هبطحك. لا دول. احذف يا دولا، احذف احذف. يا غبي انت مش عارف ان انا هضربك. زائد واحد يساوي كام؟ طبعا اتنين. مفيش حاجه اسمها طبعا اتنين. ايه طبعا دي؟ في حاجه اسمها نظريه الاحتمالات، يعني حتى الواحد ده الصحيح ده ممكن يتفك على كذا حاجه، بمعنى يعني في الخير وفي الشر، زي ما ربنا خلق الراجل والست. اه يعني ممكن الواحد يبقى واحده، وممكن كمان يبقى واحده ونص. يا حبيبتي ما تبوظيش اخلاق البنت وانا بعلمها. واحده ونص ده على الدربوك كانت وبناتك لما ترقصوا. قال لك صحيح، فين بناتك يا مجيده؟ راحوا فين لغايه دلوقتي؟ ولا مش عارفه كالعاده؟ يا سلام، وانت مالك بقى يا ست سناء؟ على فكره يا مجيده، انا مش هقطف الملوخيه لوحدي، تيجي تقطفي معايا والا اولادك مش هياكلوا النهارده. هلو ايفريبادي، حذروا فذروا، كنت فين النهارده؟ قولي يا حبيبتي وافرحيني، افرحي قلب امك عشان قاعده هنا في نكد. اتعينت في شركه اعالي البحار لسيد التونه. يا حبيبتي الف الف مبروك. يعني بينقوا اعلى حته في البحر ويصطادوا منها التونه، ما تشتريها من البقال اقرب. انعم يا حبيبتي، بنتي هتبقى اكبر بيزنس وومن في العالم. يس، هشتغل المتحدثه الرسميه لشبكات مراكب الصيد في البحر المتوسط من اوله لاخره. انت بقى يا بتاعه التونه، جوزك عارف انك هتشتغلي؟ ما حضرها له مفاجاه. بصي كده ليه؟ اوعي تفتكري ان انا متضايقه انك هتشتغلي، بالعكس دي جت مصلحه. اولا هنرتاح من وشك طول النهار، ثانيا هتيجي مهدوده فتتخمدي على وشك طول الليل، ثالثا وده الاهم ان اخيرا هتحسي على دمك يا جبله وتشاركي معانا في مصاريف البيت، رابعا هناكل تونه ببلاش وبيضربي علبه وانت مروحه من الشغل وانت جايه من علي البحار بتاعتك دي. وهي علبه هتكفي مين ولا مين؟ واحد في سبعة في سبعة يا تيتا، يعني سبع علب في الأسبوع. برافو برافو يا ياسمين. هي خلصت الواجب؟ لا لسه ما خلصتيش الواجب. لا خلصت. لما أقول لك ما خلصتيش الواجب تبقى ما خلصتيش الواجب. عادل، انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع صغنطه. موضوع ايه يا هانم؟ ماما قالت لي على كل حاجه. ايه؟ عايزه تشتغلي في شادر سمك في وسط البياعين وفي وسط الصيادين، و5 كيلو بوري و3 كيلو بياض. بنتك تقول ايه؟ تقول ايه لاصحابها في المدرسه؟ تقول لهم امي المعلمه بلطيه؟ امك ما تفهمش. قصدي مامتك ما فهمتش الموضوع. هي الحكايه كلها ان انا جالي شغلانه كويسه جدا في شركه اسمها اعالي البحار لصيد التون. انا اصلا ما بحبش التونه، انا بحب الجمبري طواجن وبحب البوري مشوي ورد. مش ده موضوعنا. ازاي تفكري اصلا انك انت تروحي الشغل من غير ما تقولي لي؟ ما انا كنت هوافق ما بين الشغل والبيت. توافقي ازاي بقى؟ هتاخدي كام في الشغلانه دي؟ هاخد 5000 جنيه في الشهر، غير الحوافز هيوصلوا ل 8000 جنيه. طب والشركة دي مش عايزة موظفين تاني يعني؟ على فكرة يعني أنا بجيد الآلة الكاتبة وعندي مؤهل فوق متوسط وبكتب شعر وبسطة تونة، ده أنا بموت في التونة، بحب التونة جدا. كان آخر يوم للتقديم امبارح.
طب وما قلتليش ليه بس يا رانيا؟ كنت انا وانت مع بعضينا مرتباتنا مع بعض ممكن تخلينا نكون ثروه سمكيه كبيره. يلا مش مشكله مش مشكله، المهم هتسلم الشغل ده امتى ان شاء الله؟ بكره ان شاء الله. على فكره دول ادوني نص شهر مؤدب. يا يعني اربع ده ناس محترمه قوي، يعني لازم تحافظي على شغلتك دي بقى يا رانيا، اصل الفرصه ما بتجيش الواحد غير مره واحده بس في حياته. يا اربع ويعني ده حاجه هايله قوي، لازم تحافظي على الشغلانه. احنا خلاص الحمد لله ربنا كرمنا على اخر ايامنا الحمد لله. انا مش عارفه كده مخنوقه متضايقه. ايه بس ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك بس ياسمين؟ يا عادل ياسمين لا لا ياسمين ما تقلقيش على ياسمين خالص، انا هتصرف مع ياسمين. بص يا ست ياسمين بقى اكلها شربها مذاكرتها غيارها اي حاجه عند ياسمين انا المسؤول عنها. وبصي انا بفكر اتفرغ لياسمين واتفرغ للبيت، يعني بفكر اقفل البازار. ايه اللي بيجي لي من البازار غير وجع الدماغ والقرف ورمزي؟ يعني ما بستفدش منه اي حاجه خالص. انت بس اهم حاجه تقومي ترتاحي دلوقتي عشان تقومي الصبح وشك فايق. يلا قوم قوم. مش جاي مزاج انام دلوقتي يا عادل. خلاص تحبي اجيب لك عشاء؟ مش عارفه كده كاني كده يعني نفسي اكل سوشي. نعمل دليفري من بره؟ لا 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 شوسي ايه ودليفري ايه، لا 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 احنا عايزين نوفر كل ما اللي هيجي لنا بقى ان شاء الله. بصي انا هقوم احضر لك انا العشاء، تحب اعمل لك بوفتيك مثلا ولا اعمل لك 8000 مكرونه بال بصي هتصرف هجيب لك الثلاجه كلها هجيبها لك هنا. يا 8000 يا رمزي. انا عايزك بقى تعمل لي جرد لكل الحاجات اللي موجوده في البازار دي وتشوف محمد تيتي بتاع البازار اللي جنبينا اذا كان عايز يشتريهم اوكي، مش عايز يشتريهم ارميهم اتصرف فيهم مش اشكال، المهم ان انا خلاص علاقتي انتهت بالسياحه. وانا علاقتي هتبتدي بالصياعه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا شهد رمزي انا مش هسيبك، هخلي رانيا تشوف لك شغلانه. ليه دول؟ هي رانيا هتفتح بازار ولا ايه؟ بازار ايه يا ابني؟ رانيا بقت المتحدثه الرسميه لشركه اعالي البحار في البحر المتوسط. شركه اعالي البحار البحر المتوسط؟ ايه ده؟ دي سياسه دوله دي؟ بس خلي بالك بقى انها يعني حاجه خطره وكده يعني، ودي اعدائها كتير، دي دول عظمى دوله والبحر غدار. بحر ايه اللي غدار يا ابني؟ دي شركه بتاعت تونه. بقاله يعني؟ بقى زميلتك تقفل البازار ده علشان تفتح بقاله يا دوله. قالت ايه يا دي يا اهبل؟ لا 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 انت متخيل يا دي يا رمزي يعني ايه 8000 جنيه في الشهر؟ يعني يجيبوا كام علبه تونه دول؟ لا 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 التونه دي هناكلها احنا ببلاش، لكن ال 8000 جنيه دول هيخلونا ناكل اللي عمرنا ما كلناه قبل كده. ياه واقعد انا بقى متفرغ بقى يا معلم لحياتي والبنتي والاشعاري. وبالمره بقى كان نفسي من زمان قصيده اكتبها اللي هي بتاعت يا مصر انا فضيت لك خلاص واتفرغت. طب يا دوله يعني ما فكرتش في رمزي ابن عمك حبيبك؟ انا هتفرغ ليه يا دوله؟ ما تقلقش يا رمزي قلت لك عموما ممكن تيجي تشتغل مثلا تساعدني في البيت. خدام؟ انا يا دوله اشتغل خدام في البيوت؟ بقى دي اخرتها؟ ياه ده انا كان عندي طموحات يا دوله في البازار ده، كان نفسي اقلبه متحف واقعد بره كده اقطع تذاكر. شوف بقى دوله بقى البضاعه جوه هي هي وبتجيب فلوس. بس يلا بقى مفيش نصيب. انا معاك يا دوله في موضوع جنينه الاسماك اللي انت بتقول عليها. جنينه الاسماك؟ يعني انت اللي فهمته من كلامي كله ان انا هعمل جنينه اسماك؟ برضو دماغك في انك انت تقطع تذاكر وخلاص. بص يا رمزي انت ما تفكرش خالص، سيبنا انا اتصرف لك، اتفقنا؟ يلا 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 القطر العبيد داخل على فين؟ على المحطة الهبلة، المحطة الهبلة، المحطة الهبلة. عديت صباعي. اخبار بقية الاكل ايه يا حماتي؟ ناقص كباب الحلة حبيبي. كباب الحلة؟ يا سلام. انا ممكن اساعدكم اقطع لكم بصل مثلا. لا مش عايزين. خلفتي بقى الستات، واحدة اتطلقت والتانية استتتت. انا اللي هفتح لها. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. كل حاجة بقت تمام، الأكل كله خلص. ولعلمك بقى عملتلك بطاطس مية مية. وأنا عملتلك صينية مسقعة تستاهل بقك.
وانا بقى بقول لك يا عادل روح حضر لها ميه بملح تنقع فيهم رجليها تلاقيهم مفقفقين من الوقفه يا راجل البيت. يا ماما مش دلوقتي يا ماما، دي جايه جعانه تاكل بس الاول. احكي لنا بقى عملت ايه في الشغل. انا اترفضت. اترفضتي؟ ربنا استجاب لدعايا. مش هي دي المشكله يا طنط؟ امال ايه المشكله؟ مشكله ايه؟ مشكلة ان انا مضيت على نفسي 100,000 جنيه شيك لصاحب الشركة. انا ما دعيتش للدرجة دي. المهم خدتيه تاني من صاحب الشركة ولا لا؟ مرضيش اديهولي. يا سلام، يعني هاريك اسود ليه بقى مرضيش اديهولك ليه؟ ان شاء الله هو بيقول يعني بسبب الخسائر اللي انا سببتها للشركة ولازم ادفع بكرة الصبح وإلا هخش السجن. طيب حضري شنطتك بقى يا حبيبتي. ليه يا حبيبي؟ هو احنا رايحين في حته؟ لا مش احنا، انت بس هتروحي على سجن تورا ان شاء الله تمضي على نفسك شيك ب100,000 جنيه. انت اتجننتي؟ ما هو لان انا موقفي وموقعي في الشركه كمتحدثه رسميه حساس جدا، مفيش ورقه صغيره ولا كبيره الا لازم تعدي عليا انا الاول، وانا تحملت المسؤوليه دي بكل شجاعه ورعونه عشان اثبت كفاءتي. كفاءتي يا ام كفاءه؟ كفاءتي ايه؟ انت متاكده ان انت مضيتي؟ طبعا، لان انا كمتحدثه رسميه للشركه مسؤوله عن كل الورق ولازم امضي عليه قبل ما يخرج. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، 100,000 جنيه، ودي دول عظمى، دول عظمى والبحر غدار، فعلا رمز كان عنده حق. عادل، مستر مصطفى بيقول لو ما دفعوش بكره الصبح هخش السجن. رانيا، انا تعاطفا مع موقفك كنت محوش 3000 جنيه عشان لما اتجوز اعرف اتخانق مع جوزي براحتي. وديني. يا سلام عليكي، اصيله يا سناء. وانا يا حبيبتي عندي صيغه تكلف حوالي 4000 جنيه كنت شايلاهم عشان لما يتجوز ان شاء الله ما احتاجش للي يسوى ولا ما يسواش. خديهم يا حبيبتي. يا سلام، أصيلة يا حماتي. وأنا بقى معايا 300 دولار، كنت يعني كل ما بحوش فلوس كده بروح أحولهم دولارات عشان أنت عارف يعني الدولار عمال بيعلى. يا سلام، أصيلة يا نجلاء. وأنا يا بابا معايا 2 جنيه سرقتهم من جيبك الصبح. يا سلام، حرامية حرامية، يعني أنا بنتي هتخش النار ومراتي تخش السجن وأقعد لوحدي؟ عموما ماشي، دول على بعضيهم يساوي حوالي مثلا 15,000 جنيه، والعفش بتاعنا ده يجيب له مثلا بتاع 5,000 جنيه، يبقى ادي 20,000 جنيه، والاتنين جنيه بتاع البنت الحرامية دول مش هينفع مش هينفع. بقولك ايه، معاكي تليفون الراجل النصاب ده؟ طبعا معايا. اهلا يا استاذ عادل، الاستاذ فتحي الخبير كان هنا وسال على حضرتك من شويه. متشكر قوي يا سامي، متشكر قوي. استاذ عادل، الخبير سال على حضرتك من شويه. سال عليا لسه سامي قايل لي دلوقتي احسن. متشكر قوي. هاي مستر مصطفى. مستر مصطفى عادل جوزي. اهلا عادل بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا هجيب لحضرتك عصير البرتقال المخصوص يا استاذ عادل. والمدام تشرب ايه؟ قهوه ساده. ماشي. شيك قوي اللوكيشن ده يا عادل بيه، وواضح انك معروف قوي فيه. والله يعني صراحه يعني المكان ده بيعتبر بيتي على طول، ببقى هنا. ثانيه واحده، انا اسف بس ارد على التليفون. الو. ايوه. لا ما هو الخبير جه من شويه وما لقانيش وهيجي لي تاني، وهو خد القطعه وان شاء الله هيجيبها على طول. ماشي ماشي، أول ما يمشي هكلمك على طول. مع السلامة. مع السلامة. برضو هتعمل اللي في دماغك يا عادل؟ جرايا يا رانيا، ما احنا ما قدمناش غير كده. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك. بقى أنا عايز أفهم يعني في إيه بقى يا أستاذ مصطفى؟ متهيألي المدام قالت لحضرتك إن ليا عليها شيك ب100,000 جنيه مقبول الدفع. ايوه، مع حضرتك انا عايز اعرف يعني ال 100,000 جنيه دول الخسائر اللي هي سببتها كانت عباره عن ايه؟ عادل بيه، انا صياد، والصيد علمني ان كل سمكه وليها طعمها. طبعا، وكل هبله وليها عذرها. ايوه، وكل سمكه وليها شوكتها يا عادل بيه. ايوه بس حضرتك يعني احنا السمكه بتاعتنا دي في ليه ما فيهاش شوك خالص؟ دي تتاكل حاف حضرتك. بالظبط يا عادل باشا، وانا الصيد علمني اني احط الطعم
وارمي سمكة القطو تطلع لي بتلعلط في الهواء اوزنها واقبط. ايوه يعني حضرتك شغلك كله من الهواء يعني. ايوه. والست بتاعتك ليه عليها شيك بمئة ألف جنيه مقبول الدفع، يعني الحبس يا الدفع، والقانون لا يحمل مغفلون. لا لا لو سمحت لو سمحت، نصبت عليها قلت اوكي وبمزاجي، لكن تشتب ما اسمح لكش. برافو عليك يا رن. هو ده استاذ عادل الخبير. جه الخبير جه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللي انت عامله ده، اللي انت لابسه، قلت لك تلبس لبس خبير، جايب لي لبس مخبر. ايه يا دوله؟ ما انا اللي اجرت منه لبس، ما لقيتش لبس خبير فقلت اجتهد بقى. تجتهد ايه؟ انا قلت اللي انت عامله مسترخص شنب يخرب بيتك. هو غني الثاني يا دوله بقى. المهم خش على الشغل، خش على الشغل. دي حتة آثار فرعونية أصلية 100%. والحتة الآثار الفرعونية دي بترجع أصولها لأسرة من الأسر المنتجة. أسرة منتجة إيه؟ وأنت جاي تبيع سرير ودلاب. ودي يا أستاذ دولة ما يقلش تمنها أبدا عن 2,000,000 جنيه استرليني فقط لا غير. تعمل شيك. يلا متشكرين قوي يا استاذ فتحي. عجبتك متشكرين قوي. طيب انا هسبقك بقى على البازار يا دولة. عادل افرض حد مراقبك دلوقتي يقول ايه؟ بتهرب اثار يا عادل؟ ما تقلقيش، مين يقدر ياخد باله من حاجه زي كده؟ واضح ان شغلتكم فيها مخاطر كتير قوي يا عادل بيه. خليك في حالك، المهم انا في شغلانه في ايدي ان شاء الله يعني هيجي لي منها مبلغ محترم، هسدد لك ال 100,000 جنيه اللي على المدام. انا ممكن اخلصها لك يا عادل بيه واللي انت عايزه. مش انت برضو بتشتغل في تهريب الاثار؟ ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ مش قلت لك حد يعرف؟ دي شغلانه خطر قوي يا عادل. ولا خطر ولا حاجه يا هانم، انا ممكن اخلصها له والله. واللي انت عايزه هتاخده يا عادل بيه. عموما ما دام انت بقيت مننا وعلينا وبقينا نصابين زي بعض، فحضرتك دي انا كنت عارضها للبيع بمليون جنيه، هي تتباع ب2,000,000، يعني هتاخدها تكسب فيها مليون كمان في ظرف ثانيه. وانا ادي الشيك ابو 100,000 جنيه اهو بتاع الهانم يا فندم. انا بس اسبوع في باريس صد رد وراجع تاني، واول ما هرجع بعون الله حكايش لك بقيه المبلغ يا عادل بيه. مش عارف يعني انا حاسس ان انت بتنصب علينا. طب انت معكش اي سيوله فوق ال 100,000 جنيه بتاعتنا يعني؟ معايا يا عادل بيه، معايا اهو اهو معايا كل خير. اتفضل ادي 50 جنيه. طب انت معاك فلوس ثانيه؟ والله يا عادل بيه دول 5 جنيه، هجيب علبه سجاير وبالباقي هركب ميكروباص وانا مروح. ماشي، انا كده معايا 100,050 جنيه، اما ترجع من فرنسا تجيب الفلوس بلاش حركات. لا 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 يا عادل، مستر مصطفى ده مش نصاب خالص. ربنا يستر طريقك يا هانم، ربنا يستر طريقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. استنى يا مهرب اثار، لازم تغطي الاثار وانت بتهربها عشان ما تبانش. ربنا يستر طريقك يا هانم. ماشي، السلام عليكم. مع الف سلامه. السلام عليكم. حلو، ادي الشيك بتاعك اهو يا ستي، وادي 50 جنيه، دول اللي يهموني، دول تمن التمثال.